موضوع النظافه طبعا، الاهتمام بالنظافه والمطهرات والكلام ده كله. وبس برضو بتفوتنا حاجات. انا ليه بتكلم، انا امبارح كنت في النادي، قعدت شويه كده في النادي اخر النهار. الدنيا كويسه، الولاد مبسوطين، اللي بيلعبوا باسكت واللي في البسين واللي بس لاحظت حاجه غريبه قوي، ان النادي مش بدرجه عاليه من النظافه. وما كانش ده لتقصير العمال ولا حاجه، لا، كان سلوك مش كويس من الولاد والشباب والبنات اللي بيلعبوا في النادي. تبص تلاقي الولاد وهم منهمكين في اللعب، مثلا ده ماسك ساندوتش بياكله يروح رامي الكيس اللي كان فيه الساندوتش في اي حته، اللي بياكل حاجه حلوه يرمي برده في الارض، والهوا بقى ياخد الورق والحاجات دي يطير فيها. هو يعني كل حاجه هي ونصيبها، اللي تروح على وش المايه في البسين، واللي تبقى انت قاعد كده تلاقي بتجيلك ورقه باكو بسكوت تلزق لك كده، وحاجات عجيبه قوي. وده سلوكا مش كويس، في نفس الوقت ضد المبدا اللي احنا بنتكلم فيه اليومين دول، اللي هو الحرص على النظافه، لان بواقي اكل وحاجات زي كده. وطبعا يا مايكل، لما بتترمي حاجات زي كده مع بواقي اكل وبتاع، بيحصل ايه يا اولاد؟ ان بيبتدي الدبان يجي عليها، والدبان ده ما تعرفش هو كان واقف على ايه قبل كده، وينقل بقى امراض ويبقى في الحاله دي مش كافي خالص التعليمات اللي بنقولها بخصوص النظافه الشخصيه والمطهرات وغسيل الايدي والكمامات، يبقى احنا بنبوظ كل اللي بنعمله. انا بصراحه شفت المنظر ما عجبنيش، رحت ايه اصطدت كده 3-4 اولاد، حسيت انهم اشقيه شويه بس لزاز، وكانوا بيلعبوا وتعبانين. رحت بسرعه اشتريت حاجه حلوه كده خفيفه، قلت لهم تعالوا تعالوا اقعدوا جنبي عايزكم، اديتهم حاجه حلوه، و قلت لهم انا عايز احكي لكم حدوته وتقولوا لي رايكم. قالوا لي ماشي يا عم بشار. قعدوا ياكلوا الحاجه الحلوه، وابتديت احكي لهم حدوته. الحدوته اللي حكيتها لهم كانت بتتكلم عن ايه؟ مجموعه من الشباب الصغير حبوا يخرجوا يقضوا يوم مع بعض كده ويتفسحوا، فخدوا معاهم اكل وشرب ومستلزمات كل اللي محتاجينه في شنطهم، وخدوا بعضهم وراحوا جنينه كبيره وليكن جنينه الحيوانات. اول ما دخلوا لقوا منطقه جميله عامله زي البساط الاخضر، عباره عن نجيله كده. قعدوا كلوا، طلعوا سندوتشات بتاعتهم، كلوا وشربوا وقاموا وسابوا باقي الاكل على النجيله. حاجه مش حلو، باقي اكل واكياس وبتاع، وطبعا هيحصل زي اللي انا حكيته الدبان والمشاكل دي. فضلوا ماشيين في الجنينه، فجاه قابلهم النهر صغير كده وفيه بط ووز بيعوم. هم اشقياء جدا، معاهم بقى بقيه كراتين كده اللي كانت الحاجات اللي فيها اكل وحاجات بتاعتهم، يمسكوا يقطعوا حتت الكراتين ويرموا على البط واللوز يعني. وفرحانين قوي ان البط واللوز بيجري منهم شمال ويمين، وما خدوش بالهم ان هم خلوا النهر بقي ملوث بورق وبحاجات مش حلوه. وريت اكتفوا بكده يا مايكل. فجاه بقى حبوا يجروا ورا بعض ويعملوا منظر ويفرجوا الجنينه حواليهم ويلفتوا نظر الناس. راحوا مطلعين من الشنط بتاعتهم شماريخ، عارفين الشماريخ بتاع اللي كانت بتبقى في الاستاد دي، وراحوا مولعين الشماريخ. الشماريخ دي بتطلع كم دخان فظيع جامد جدا. فجاه كل عمال والامن بتاع الجنينه شافوا الدخان طالع من بعيد جوه الجنينه، قال لك بس ده في حريقه. جريوا، قال لك نلحق الحريقه دي، جريوا عشان ينقذوا ما يمكن انقاذه. فوجئوا بالولاد دول ماسكين شماريخ وبيلعبوا بيها. طبعا الامن وبخهم جامد جدا، وكان ممكن يعملوا معاهم تصرف قانوني مش كويس، لان ممنوع الحاجات دي في الجناين لانها خطر ومضرة بالبيئة. لأن أبسط حاجة لما الدخان ده ملى المكان وطلع على الشجر العالي، كل الطيور والعصافير اللي على الشجر جريت واتخنقت، وكان موضوع كبير قوي. بس الأمن بتاع الجنينة اكتفى بإنه يوبخهم ويعرفهم الصح من الغلط، ويعرفهم إن المكان ده لازم نحافظ على نظافته لأنه اتعمل لمتعة الناس. وابتدوا من يومها يعرفوا السلوك الغلط من الصح، وابتدوا ما يعملوش كده تاني. زيهم زي الولاد اللي كانوا قاعدين معايا بحكي لهم الحدوته دي. حتى مجرد ما خلصت يا مايكل، ولد منهم نسي، كنت انا جايب لهم حاجه حلوه زي بسكوت كده، ولد منهم كان خلاص خلص اخر بسكوته، فعمل كده لسه هيرميها على الارض، وبعدين بص لي واتكسف عشان لسامه في الحدوته، فراح ماسك الورقه بتاع البسكوت وراح وداها في الباسكت.
وابتدوا يبقى سلوكهم كويس. واتمنى بقى بقيه الشباب والاطفال في النادي يبقى سلوكهم كده. ده اللي انا شفته امبارح وحبيت اكلمكم عنه النهارده. ايه رايك؟ طبعا سلوك مهم قوي ناخد بالنا منه كتير فعلا، زي ما انت قلت يا مشرف اول القصه، ان ممكن تبقى عدم تركيز، يعني نبقى بنلعب بنجري مش لاقيين باسكت حوالينا فنروح نقول خلاص نرميها، بس مهم قوي ندور على باسكت، مهم قوي ندور على حته نحط فيها الحاجه اللي مش نظيفه في المكان المظبوط بتاعها، غير كده فعلا الموضوع بيبقى بايظ خالص، تلاقي فعلا الشوارع كلها مش نظيفه، النوادي الاماكن العامه، وده كله في الاخر بيأثر علينا كلنا، لانه بيرجع بقى بيئه كام، احنا بيئه واحده كلنا، ففي الاخر هيعود علينا بحاجه مش كويسه، واكيد زي ما شفتوا اوبئه او امراض نحاول نبعد عنها ونحاول نعود نفسنا على الحاجه الصح، واللي يعمل حاجه صح على فكره بيعلم اللي حواليه. مهم قوي الموضوع ده نحن نتعلم ده، لما بنعمل حاجه صح صدقوني من غير ما تاخدوا بالكم بتلاقوا اللي حواليكم بيتعلموا ويقولوا ايه ده، حتى لو ما اتعلموش ساعتها بس بعدها بتلاقي بشاره فعلا، تلاقي بعد كده ده مش عارف مينا كان شاطر قوي في الموضوع ده، عمل الحاجه المظبوطه، رمى الحاجه الورقه اللي مش نظيفه في المكان الصح، فتلاقي بعد كده ان اصحابنا بيقلدونا، ودي حاجه تفرق على فكره. انا شايف يا مايكل ان البدايه اكيد لازم تكون من البيت. صحيح، انا من الطفل من صغر او طفل اعوده انه مثلا بعد ما ياكل يساعد بابا وماما، اذا كان يقوم ياخد طبق يوديه المطبخ لو في حاجات ما يحطها في الباسكت، وفي نفس الوقت عشان تبقى المنظومة متكاملة وما نظلمش الولاد دول، برضو بنناشد المسؤولين عن الأماكن العامة زي أندية زي يبقى برضو في كم كافي من البساكت والأماكن اللي الإنسان لو في إيده حاجة يقدر يرميها فيها، لأني برضو أنا النهاردة ممكن ما لومش طفل ماسك باقي مثلا يعني باكو بسكوت أو ورق باكو بسكوت وبيدور مش لاقي باسكت. بس يا مشرف معلش، انا عارف طبعا اللي انت بتقوله ده منطقي، بس في الاخر في حاجات ممكن ما تبقاش موجوده، فنحاول نعود نفسنا، حتى لو ورقه مش نظيفه حطها في جيبك، حطها في جيبك، يعني تعودنا نعمل كده. أيه، حاجه مش نظيفه معايا شنطه المدرسه، معايا جيبي لو نسيها في جيبي وروح بيها البيت وماما جت تغسل البنطلون، اول ما اروح البيت بقى نشوف كل الورق الفاضي الصوره نحط في الباسكت قبل ما ماما تشوف، عشان برده ما يوسخلناش، ما تقولوش اللي انت حاطه في البنطلون صح، برده عشان ما نقفلوش مفتوح فيبهدل لنا جيوبنا من جوه. انتوا بترموا الحاجات في الباسكت ولا يا اولاد؟ أبنوب روماني كله شطار، ها مادونا مريان كله شطار، طبعا دول كويسين، حلو عندنا أصحابنا الموجودين معانا متعلمين الدرس هاي.